مهن وإن أصاب أغلبها انحسار العمل بها على أعداد قليلة، لكن بقي ما يزاولها يصارع من أجل البقاء. ولعل أهم تلك المهن صناعة تنور الحديد، وحين توجهنا لعمل هذا التقرير وجدنا اقتصار صنعه على هذه الورشة في مركز محافظة الديوانية، والعمل لا يخلو من الجهد والتعب والساعات الطويلة حتى يتم الحصول على المنتج الذي يصدر إلى المحافظات البقية. صناعة التنور نسوق الحديد من بغداد أو من النجف، يدخل عدة مراحل من الفصال لحد ما ينتهي التنور، من الخارجي، من البطن، من الكنر، من القاعدة، من البوري، من الشرخ، من الرجل، من اليد، لحد ما جهز التنور، حتى القبق التنور نستخدمه. أي من 80 إلى 40 ورا الطلب، وإذا يعني صار عندنا طلب زاد نشتغل 100 نشتغل. لا هو زبون وجملة، وأكثر شيء إحنا على الجملة، لأن هو بجملة يصرف، إنه هو يسوق من عندهم يصرف، يعني هو محلاتهم بالسوق. أي ديوانية، سماوي، ناصرية، حله، كوت، اقضيه ونواحي. هاي الورشه تغذيه. ايه. يا افضل شغل هسه وقبل؟ يعني من ناحيه العمل. المنفعه والعمل. من ناحيه المنفعه والعمل قبل احسن. قبل كنا نحصل اكثر يعني بالحاجه. والحديد مالته قوي، لان يعني كله مجمدات، ثلاجات وبراميل. مو مثل هسه، هسه السوق قام يطلع يدور ياك الحاجه الرديئه. يشتريها في سبيل تمشي، منافسك وبالسوق. الوادم ما تعرف يعني الإنسان ما يعرف هذا ثخين، هذا خفيف، هذا مو زين، لا يمشي. ورغم توفر المخابز في المناطق السكنية وتقدم الحياة وسرعتها، إلا أن العاملين فيها يؤكدون أنهم يصنعون يوميا من 70 إلى 80 تنور حديدي، وبناء على طلب الزبائن المحليين والتجار في المحافظات. أول ما أجي الصبح ثقب البوري كبير، دور ثقب الصغير، أرجع أكملهن العين، أثقبهن وأكملهن، خلصنا كف خوارج أكملهن أثقبهن، المشين نكر ويدات وهاي السوالف، والدور نرجع نكبسهن، والدور نرجع نكبس البطن. ما يعرف يعني زلة من الشغل يتعور ينتهي، ينقطم مريض عنده ينقطم، يعني فالشغلة ما بعد ما تصير أي شغلة. ممتهنون لهذه المهنة أكدوا أن عملهم لا يخلو من الخطورة، كما تحدثوا عن تعرضهم لحوادث خطرة أثناء العمل، وما يحصلون عليه من أجرة تحدثوا على أنها تكفيهم وتبعدهم عن شبح البطالة. أنا من المدرسة من زمان، الولد جيراننا هم أقباننا، حاكيته قلت له أقدر أطلع وياك للشغل محتاج عامل؟ قال عادي ماك إشكال، أطلع وياي من باشر، تعال بالخمسة وبالخير وتدلل. حاليا هالساعة 20، من الساعة بالخمسة فجر للساعة ب11 12 12 ونص أنا حلل. عم بس البوري، هذا البوري الزبانة والرجل الشرخ والتنور هم علي على أحمد، هو بالمحل السنة مرات منه شوف عنده شغلة أو فشي أجي الحمد بداله.